النهاردة ان شاء الله حبايبي هنعمل صدور فراخ كرباستي في الصينية. كرباستي دي يعني معناها محطوطة في الصينية، محطوط عليها شوية بهارات كده. فاحنا هنجيب صدور الفراخ عادي خالص ونغسلها بالمية، وبعد كده نقعها في مية وخل. انا دلوقتي في مرحلة ان انا نقعها في مية وخل كتير، سيبها بقى منقوعة في المية والخل دي مثلا ساعة وارجع لها تاني. احنا هنحتاج بصل وطماطم وفلفل اخضر وليمون وملح وفلفل وبهارات فراخ. انا هنضف ده واقطعه واحطه في الخلاط واضربه مع بعض، اللي هو ملح وفلفل وبهارات فراخ وطماطم وبصل وفلفل اخضر وليمون. بعد ما نضفنا كل الطماطم والفلفل الأخضر والبصل يا حبايبي وقشرناهم وغسلناهم، حطيناهم في الخلاط متقطعين ومعاهم الملح والفلفل وبهارات الفراخ، وضربناهم في الخلاط جامد علشان نقدر بقى نستعمله. دلوقتي يا حبايبي احنا حطينا صدور الفراخ بعد ما شطفناها بالمية والخل، حطيناها في التتبيلة اللي هي طماطم وفلفل أخضر وبصل وملح وفلفل وبهارات فراخ وليمون بعد ما ضربناهم في الخلاط، ونقعينها بقى احنا في التتبيلة دي كده في الصينية بقالها ساعة. طبعا كل ما تسيبيها في التتبيلة اكتر كل ما يبقى طعمها احلى. بعد كده هنفتح تحتيها النار بقى ونسيبها تشرب التتبيلة بتاعتها، يعني مش هتاخد حاجة بتاعت 10 دقايق. احنا كده فاتحين تحتها النار يا حبايبي، بس النار متوسطة لا عالية ولا واطية، علشان يعني برضو ايه تفضل تشرب التتبيلة كده وقت طويل. بس لو عايزين نسرع هنعلي النار خالص، المهم هنسيبها تشرب التتبيلة بتاعتها لغاية لما تخلصها، وبعد كده تبقى ايه خلصت. ايه كده يا حبايبي خلاص الفراخ خلصت. انا عرفت بقى ازاي انها خلصت. اول حاجة لونها بقت ايه ماسكة نفسها كده ولونها ابيض. تاني حاجة ريحتها، ريحتها جميلة جدا طبعا. ايه يعني انا شميها هنا ريحتها حلوة قوي. فكده خلصت. فعندك حل من الاتنين، يا اما خلاص تطفي عليها وتشيليها بقى من الصوص بتاعها كده، تحطيها بقى في طبق التقديم علشان تستخدمي انت الصوص ده في حاجة تانية، او تعلي عليها النار وتسيبيها تشرب المية بتاعتها دي من الاخر. بس انا بفضل ان انا هشيلها من الصوص بتاعها واحطها في الطبق اللي هقدمها فيه، وهستخدم انا الصوص ده في حاجة تانية، هعمل بيه حاجة تانية. كده خلصت يا حبايبي الفراخ الكولباستي اللي احنا عملناها مع بعض. طبعا صحية جدا، ما فيهاش ولا نقطة دهون، والصوص بتاعها كله عبارة عن خضار، بصل وفلفل اخضر وطماطم وملح وفلفل وليمون وبهارات فراخ، فهي صحية جدا جدا جدا. انا طلعتها من الصوص بتاعها علشان انا هستخدم الصوص ده دلوقتي في حاجة تانية، هعمل بيه مكرونة. انت بقى هتقدميها كده، عايزة تقدميها باردة، عايزة تسخنيها قبل ما تقدميها في الفرن، زي ما انت عايزة. فانا عن نفسي قبل ما اقدمها، لان انا طبعا عاملة الاكل قبليها بفترة طويلة هتكون بردت، فانا عايزة اقدمها سخنة. فقبل ما اقدمها هدخلها في الفرن مثلا حاجة بتاعت 5 دقايق، ويكون الفرن سخن اوريدي، فتطلع سخنة وجميلة وبالهنا والشفا. دي الفراخ الصحية جدا اللي عملناها النهارده.